بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي العربي الكريم محمد عليه افضل الصلاه وسكت التسليم. اود في مستند هذا اللقاء ان ارحب بضيفنا المبشر الدكتور محمد جاسم محاشي، هذه القمه العلميه العربيه التي تزور بلادنا هذه الايام، والتي لا نقول ابدا ان تخطئها وحده البحث حول الاقتصاد الكلي والنمو والتنميه. وبالتالي عندما علمنا بمقدمه نظمنا مع الدكتورة هادي منير طلبة تنظيم هذه المحاضرة. إذن لا نرحب بدكتور في موريتانيا لأن البغى لا يرحب به في وطنه، لكن نرحبه في الوحدة في هذه المؤسسة الجامعية. والأستاذ الدكتور محمد محاجي أدار نقاشا السنة الماضية مهمة جدا، أثار انتباه الباحثين حول إشكاليات أسلوب الطرح وأسلوب التناول والمنهجيات المعتمدة التي يقدمها من خلال إدارته لمفاهيم جديدة من قبيل الإلهام والتكيفي وغيرها من المصطلحات تدخل في الإطار لإبداع المفاهيم. إذا اليوم السنة الماضية كانت محاضرة حول اقتصاد الإلهام، واليوم مقدمة اقتصاد الشباب في موريتانيا. وأيضا لا يمكن أن نشكر ضيوفنا الكرام والأساتذة الذين شرفونا بالحضور، وأيضا الباحثين والباحثات، ونرجو لإشراف هذا اللقاء النجاح والتوفيق وأن تعم الفائدة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أيضا أن يضع هذا العمل في ميزان حسنات طيبنا الكبير. إذا نبدأ إذا الكلام لكم، أعتقد أن التعريف بالدكتور وسيرته الذاتية ربما يسرق وقت المحاضرة. صحيح. وبالتالي لدينا عديد الكتب الموجودة على لدينا هو غني عن التعريف. الذي يكتب هو الدكتور محمد جاسم بحاجه على الإنترنت سيتعرف، وبالتالي نفضل أن نخصص الوقت أكثر لموضوع العرض. حتى تجيب حتى في النص. أيوه أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لك صدري ويسر لي أمري وعودة من لساني الطاولة. السلام عليكم جميعا، شكرا أستاذنا ومشكورين الأساتذة سواء اللي من خارج الجامعة أو من داخل الجامعة، الأخوة الطلبة اللي أتوقع سمعت أن أنت مراحل الدكتوراه. هذا الطلبة ماشتم دكتور العام نفس الشيء، كان طلبة دكتورة أيضا حضروا. طبعا إحنا اليوم نبي نتكلم عن اقتصاد الشباب، وعادة جماعة رح نسجل في كل مكان نروح عشان ننشر هذا الفكر كثر ما نستطيع. كل محاضرة قدمها في أي بلد ما تكون متكررة، لأن كل يوم نتعلم، كل يوم نطلع بشيء جديد. رح نتعلم إحنا ليس من خلال التنظير وإحنا جالسين، وأنا نادي بهاي الفكر اللي قال عليه الدكتور رح نسويه، إن إحنا ناس نكون تطبيقيين ثم نظريين، وليس نظريين ثم تطبيقيين. معظم الاختراعات الابتكارات اللي جت في العالم اللي غيرت في العالم جت من الميدان، ثم الا في استثناءات اينشتاين مثلا، يعني استثناءات صارت في العالم انه حط نظريه وقال حق العالم اثبتوها. لكن احنا ناس خاصة في الاقتصاد لازم نحتك في المجتمعات، ما يصير بس نسمع قال فلان وقال فلان وننقل يعني كل التاريخ الماضي من اسس علم الاقتصاد، في هم الطالب اليوم من اسس علم الاقتصاد. يعني انا البراكتيكاليتي مالتي في الجامعات اللي درست فيها بما فيها جامعه محمد. ولذلك انادي انا حتى يعني الاساتذه انه فعلا يغيرون منهجيه التدريس. انه ما تكون في امتحانات مغلقه، تكون في امتحانات مفتوحه.
ما يكون في عندنا اليوم بس استاذ واحد يدرس بالمادة الواحدة، يكون عندنا تعدد تخصصات. يعني لا شك ان اليوم لما ادخل انا كاستاذ معي في الصف استاذ او استاذ من علم الاجتماع او علم النفس او يعني او الهندسه يدخل معي في مثلا شو اسمه ماده الرياده والابداع اللي تسمها التسيير، صح؟ نعم. بعد اوكي التسيير هي رياده، صح؟ نعم. فلا شك انه راح يغير في طريقه في حتى في مفهوم الطالب لما يكون عندنا اليوم الماده نفسها. احنا كاقتصاد متبنى نقول حق حتى الكليات الثانيه تعالوا شاركوا معنا، عارف انه هاي صعب وبالرياضية جامعاتنا دائما تكون صعبه، لكن احنا سويناها، نحن قدرنا نسويها في البحرين، تكون سوينا انتم هنا اسهل، لان البحرين بعد بالرياضية اصعب لان عندنا هيئه ضمان جوده التعليم وغيرها. عموما خلنا ابتدي انا في الموضوع. شنو اقتصاد؟ اقتصاد شديد، واقتصاد يقوم على عمله لنا، وهي العمله دي مختلفه عن العمله اللي احنا تعلمناها في الاقتصاد. معظم العمله اللي تعلمناها في الاقتصاد كلها بكل انواعها مبنيه على العرض مقابل الطلب. هذه العمله هي تقوم على القدره مقابل الطلب. فاحنا نقول ان وهي مبنيه على ما الله سبحانه وتعالى وضعه عندنا من قدرات داخليه. أنا أتكلم قدرات داخلية غير محدودة، لذلك العالم الآن قاعد يتطور فعلًا يستكشف هاي القدرات الداخلية. أنا ما أكلمكم عن التنمية البشرية والكلام دي، لا 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 لا، أتكلم في الاقتصاد أنا ترى. فمثل ما نقول إن إحنا عندنا عملة المعرفة، مثل ما نقول عندنا عملة الإبداع، عملة اسمها عملة الإلهام. وإحنا الحمد لله قاعد نثبت ذلك من خلال تجارب. إحنا عندنا الحين أكثر من 600 تجربة في 17 دولة، يعني هاي مع إن عمرنا قصير جدًا. فهو تقوم هذه العمله على حل مشاكل وتحديات وقضايا الاقتصاد الاجتماعي. يعني الفقر، البطاله، العطاله، عدم الاستقرار الاسري، الهجره، كل هاي الانواع هي من خلال استكشاف الفرصه في المشكلات. احنا تعلمنا ان دائما كاقتصاديين ان لكل مشكله حل، صح؟ لكن احنا ما تعلمنا ان لكل مشكله فرص. النظريه مختلفه بتاتا. اذا تبي تحل مشكله وما ترجع مره ثانيه، فالاصل ان انت شلون تحلها بهدف استكشاف الفرص فيها. لانك اذا بديت تتعامل نحل المشاكل فانت ما راح تحل المشكله. نعطي مثال يعني، اوكي؟ لما اليوم احنا نقول نبي احنا نوسع الطرق، مثلا دبي الحين ولا الصين. اوكي؟ وصلوا الحين الى عدد المسارات في الهاي 6 إلى 8 مسارات في نفس المسار. اوكي؟ لكن هل هو فعلا حل مشكله الاكتظاظ؟ ما حل مشكله، لان بعد فتره بعد فلازم حل المشاكل ما تكون هي بطريقه شنو؟ اللي هي نسميها احنا العرض مقابل الطلب. لكن تشوف شنو الفرص اللي ممكن انت تغير فيها اخلاقيات المجتمع، اداء المجتمع بحيث انه يتغير. احنا اليوم بالذات قاعد نكتفي قضيه الفقر. وناديكم انتم بالذات يا اهل موريتانيا، قاعد عندنا مشاريع كثيره، انا الان طالع من عندكم رايح الى مصنع الوبر الابل. انا انسان عملي. انا ليش جيت هالمره؟ اول شيء لا، ثم ان انا اكمل قصصي اللي ما انتهت. عندي قصصي اما شبه ناجحه اما شبه فاشله. اوكي بخلصها عشان اقدر اتكلم عليها. مصنع وبر الابل هو بالوضع الحالي قد يكرس الفقر بدون ما يدري. اوكي مع ان سيدات الاعمال مجتهدات يشغلون النساء، احنا كاي نقول والله احسن تجربه عندنا في موريتانيا. لكن في الحقيقه قد هو يكون هو قاعد يكرس الفقر بطريقه مختلفه. لما تاتي المراه وتترك قريتها اللي هي نسميهم امهات الحرف الشاطرات في الغزل، تاتي تقعد هني بالشهرين ثلاثه، ثم هي راتبها ضعيف متدني وتجيب بنتها معاها وهي تنتج، ولو نتجت ولما تنتج يقال ان انتاجها في اخطاء. اوكي معناته ما حلت المشكله. ليش ما يكون المصنع في القرى وانا كمصنع اشتري من المصانع اللي في القرى؟ يعني لاحظوا التفكير اللي احنا قاعد نتكلم عليه عشان نقدر نخلي الاسره تكون متكامله، يكون الانتاج افضل ويعطون هم كانهم شنو تعاونيات، يعطون الوبر ويعطون الجهاز ثم يسددونه. لاحظوا اشياء بسيطه يعني، بس اعطيكم امثله على موريتانيا. فبالتالي حل المشكله انا شنو ليش نظرت لها ان هي قضيه؟ لاني انا ما نظرت الى القضيه الاقتصاديه. انا حليت مشكله المصنع اللي هو عنده مشكله في شنو؟ في الانتاج. اوكي عنده مشكله بعد في التسويق، يعني هذا السبب الجاي ايضا. لكن عنده مشكله في الانتاج، ان الانتاج يكون ضعيف والانتاج يكون متاخر والانتاج يكون في اخطاء. من خلال نظرتي الى المشكله الاجتماعيه، فاحنا لذلك نسميه سوشيو ايكونوميك بروبلم، يعني بروبلم سولفنج، يعني احنا ننظر الى
حل المشكلات المجتمعية اللي تؤثر على الاقتصاد، وبالتالي تفهمنا بأقل الموارد المطلوبة. من شروط حلولنا إنه ما يكون في موارد زيادة، بالعكس يكون أقل الموارد ولا ما يكون في موارد بتاعنا. شوفوا إحنا عشنا في اقتصاد المايندسيت مالتنا، العقلية مالتنا، العقلية مكونة من أربعة أشياء. أوكي، عقلية إحنا ذاك هو علم الاقتصاد الأكثر وايد داخل في علم النفس والاجتماع. العقلية مكونة من أربعة أشياء. أول شيء العقلية الفرضية، فإحنا خلاص كلنا الحين ما نرى أي نظرية إلا لما تكون تحت علم الاقتصاد، اللي هي قائمة على المقايضة المالية، الاقتصاد التقليدي، الاقتصاد الموجه والريعي، اقتصاد السوق، اقتصاد القديم. أوكي، العالم تطور في أيام في الاقتصاد الاجتماعي بما في الشيوعية لما طلعت وماركس وغيره. أوكي، فبدأ يعطي الأولوية، طبعا استفادوا من الدول اللي فاهمة الدور شنو معاني اليابة في ماركس، ما أخذوا الماركسية بما هي مثل الدول الاسكندنافية، فبدأ يطلعون بما يسمى رعاية اجتماعية اللي هو عبارة عن ضرائب تفرض على الناس، وكل ما زاد إنسان يحتاج لها يبتدي ترجع حق الناس اللي هي أقل شنو حظا. أوكي، ثم طلع حين اقتصادي هو اقتصاد المعرفة، طبعا جاءت اقتصادات أخرى بس ما نجح، اقتصاد مثلا التعلم، اقتصاد الإبداع، بس اقتصاد المعرفة أثبت أن فيه عائد كبير. في هذا التطور بدأ يتطور التقنية، فطلع عندنا ما يسمى الفانكشنال ميمري. أعطيكم بس أمثلة، طبعا في وايد تطورات في التقنية اللي تساعدنا إحنا كاقتصاديين، بس أنا أعطيكم أنا مثلا عشان بسرعة أدرون شنو هو الفانكشنال ميمري. تعرفون الرنين المغناطيسي؟ اوكي، سووا في فانكشنال، يعني شنو فانكشنال؟ بده يحطون الناس يشوفون كيف تتفاعل مع الهاي. طبعا يهم حق الناس اللي يشتغلون في التسويق، يهم الناس اللي يشتغلون في حل المشاكل بشكل عميق. فشافوا الناس انها تتفاعل، متى تغضب، متى تتغير، هاي. وهذا بده يطلع ما يسمى اقتصاد السلوك. كانت جائزة نوبل ما تعترف بهالكلام كله. اوكي، حتى السنوات 13 الاخيره آخر أربع جوائز لجائزة نوبل هي إما مباشرة في اقتصاد السلوك أو في التفكير. أوكي، ياما أخذت الله، طبعا كلهم يهود للأسف اللي قاعد يعطونا، وكلهم معظمهم من وين؟ جامعة شنو؟ شيكاغو، معروف إن هذيلا مسيطرين عليهم. بيهافيرال إيكونوميكس. نعم؟ بيهافيرال إيكونوميكس. أوكي، فاقتصاد السلوك شو يقول؟ يقول أهم شيء فيه اللي اشتهر هو ما يسمى النج، الوكسل. أوكي، اللي هندسه القرارات السلوكيه. مثلا يعني ما طلع منكم على اقتصاد السلوك، مثلا شافوا الناس ان هي ما تتبرع باعضائها، يكون يشجعون الناس، فكانوا قبل يسالون الناس هل انت تريد ان تتبرع باعضائك ولا لا، فمعظم الناس تقول شنو؟ لا لا، صح ولا لا؟ الان قالوا لا، الاصل ان انت متبرع باعضائك، قبل السؤال اذا انت اردت ان لا تتبرع باعضائك لازم تقول لا، فصارت الناس ما تقول لا. أوكي، مثلا شافوا ان الناس في امريكا ما عندهم التامين الاجتماعي، في امريكا حتى الان ما في نظام تامين اجتماعي الزامي. اوكي، انت تؤمن على يعني البحرين الزامي الكل، حتى لو صاحب متجر شخص واحد تؤمن، صار هاي مستوى التامين قوي في البحرين الاجتماعي. وشافوا ان الناس هذين الناس اللي يصيرون في الفقر لما يتقاعدون. اوكي، لما خلاص يطلع التقاعد، فصار يقولون حق الناس الاصل ان انت مؤمن، اذا اردت ان لا تؤمن تعال تعلن المكتب، فصعبوا على الناس. بيت ان انسان ناس وايد تتكيسر فما تروح، يمكن 30% زاد عندهم نسبه المؤمنين، لان ما يقول اروح انا اكتب رساله اقف. فلاحظوا ان هاي تلاعب في شنو؟ في صناعه القرار. لكن هذين الناس يشتغلوا على اي مستوى؟ العقليه مكونه من اربع اشياء، اعيدها لكم: فرضيات، عادات، سلوكيات، ردود افعال. هم يشتغلون على اي مستوى؟ مستوى الثالث. فرضيات، عادات، سلوكيات، ردود افعال، هم يشتغلون على السلوكيات. فهو شيء يسوي تلاعب في سلوكك في صناعه قرارك، وبالتالي ترى وفر ملايين. النج هذه الوحدات الوكسل هي موجوده في كل مراكز صناعه القرار الدول المتقدمه في العالم، يعني مثل سنغافوره، في دبي، في اليابان، في دول متقدمه، في بريطانيا، في امريكا انشاها اوباما، طبعا لما المجنون الاخير وقف كل شيء. اوكي، بس عموما هاي الوحدات صارت تساعد الحكومات تطلع شنو؟ بدل ما الحكومات تطلع قوانين وتفرض، هاي صارت لا تحاول تتلاعب بصناعه القرار. احنا ايش نقول؟ احنا الحين هي حق اقتصادنا، احنا نقع تحت الاقتصاد السلوكي. احنا نقول احنا لا، احنا الاصل ان ما نتلاعب في قرارات الناس. الاصل ان نسوي ان نهز فرضيات الناس. لان الانسان عشان يتغير ما نبي الانسان نخليه نخدعه، لان على فكره في عليه نقاش كثير من ناحيه اخلاقيه، انت كنت انا يمكن ما كنت تبي، بس انت خدعتني، خليتني انا ايش اسوي؟ اختار لي مثلا اتبرع بعضه، انا ما كنت اتبرع بعضه، بس انت تلاعبت في قراري.
يعني احنا ما نقول شيء، نقول لازم نسوي تجارب ميدانيه تغير نظرتنا الى احنا تعال نقدر ننهي الفقر في موريتانيا. هل نستطيع؟ شلون بقول لما تقول اقول لك اي نقدر، قول لي حط لي اثباتات، اثباتاتي هاي التجربه، هاي التجربه، هاي التجربه. يعني لما اروح انا الحين منطقه الدار البيضاء واشتغل مع جمعيه اسمها مثلا مكه وابتدي انا اسوي تجارب ميدانيه واكون خالص الاسر والاطفال قبل وبعد، لا شك ان هذه الناس بتجي تصدق هاي التجربه. ما بيصير شيء بالايش من خلال التنظير. ناتي الى شنو اهداف المشروع؟ الهدف الاولي مشروعنا هو ان كيف نخلي مجتمعاتنا افضل بشكل عام في كل العالم، ما اشتغل معهم على المجتمعات الاسلاميه، انا كنت في الهند وحين يعني رايح مناطق ثانيه نيبال وغيرها وبوتان واسام عشان نشتغل مع كل الجهات، ما يعني مو بس كمسلمين يعني. من خلال استكشاف القوى الذاتيه في مراحل التعامل مع الاقتصاد الاجتماعي. اوكي. الشيء الاخر ان احنا نستخدم ثلاث انواع من الاقتصادات اللي هي مترابطه تحت المشروع العالمي. اقتصاد الإلهام اللي يقوم على اكتشاف القدرات والداخلية عند الإنسان كيف يحل المشاكل ويشوف شنو الفرص في المشاكل. اقتصاد الشباب، لأن لا نرى الشباب اغتنم خمسة قبل خمس، صح؟ لا نرى الشباب بس فترة حياة، نرى الشباب طاقة، وممكن أنت تكون عندك اقتصاد الشباب، ممكن أنت تكون، ممكن هو ما يكون عنده شباب. اقتصاد الشباب ليش؟ يمكن هو عنده الطاقة لكن ما عنده الروح. احنا قاعدين نتكلم على هاي، عندي يعني كتاب يعني موسوعة اسمها هاند بوك يوث ايكونومي، يعني هو باللغة الإنجليزية، اللي حبيته نبعث لكم حتى إلكتروني إن شاء الله. جبت أنا بعض الكتب بس بالعربي، ما جبت الإنجليزي. وعندنا اقتصاد المرونة اللي هو ريزيلينس ايكونومي، عندي نفس الشيء كتاب موسوعة ريزيلينس ايكونومي، طبعا هاي قبلنا ناس تكتب فيه، لكن احنا كتبناه بطريقة مختلفة، كيف إن احنا نكون مرنين، لأن الدول المرنة هي الدول اللي تبقى، المجتمعات المرنة هي اللي تتطور. اليوم اليابان اكثر الدول، والالمانيا اكثر الدول اعمارا، لكن ما زال اكثر الدول عندها ابداعا، اكثر الدول عندها اقتصاد متجدد بالرغم من الهزات اللي تصيدها. اوكي، فليش؟ لان المرونه عاليه، المنظومه مبنيه على اشياء مرنه. ايضا احنا عندنا مسارات. اوكي، مسارات دائما عندنا كتاب، عندي كتاب اسمه مساراتنا خياراتنا قراراتنا. اوكي، عندنا مسارات. واحد من صناعه عقليه جديده. العقليه اللي مكونه من شنو؟ من أربعة أشياء مستقلة بالاعتماد على القدرات الداخلية. البزنس موديل مالنا، نموذج الأعمال اللي قاعد نشتغل عليه، كلكم تشتغلون في نموذج أعمال بطريقة مختلفة، مو بس التسيير اللي تشتغلون في نموذج أعمال، لازم نحررها، ما نخليها معتمدة على شنو؟ على الموارد الخارجية. كل ما كان البزنس موديل مبني، نموذج الأعمال مبني على أقل الموارد الخارجية، كل ما كان ناجح. وهذه استمرارية البزنس موديلز الناجحة فعلا، خاصة في العمل الاقتصادي الاجتماعي. وبالتالي هناك كثير من القوى الكامنة اللي هي ما تأتينا من خلال استكشاف الفرص، وخاصة الفرص الخفية. وعندي تكنيك في الحقيقة اسمه التشخيص التفاضلي differential diagnosis، بحثوا عنه، موجود الحين يكتبون عنه كثير في الانترنت بسبب احنا كاتبين عنه، يعني عندنا ورقات علمية طبعا. والاقتصاد السلوكي، وأيضا نستهدف إلى تغيير جذري وتغيير في نماذج، يعني شنو؟ من خلال صناعة نماذج ناجحة. مثل ما قلت لكم مثلا احنا الآن يعني قاعد نعد حق ملتقيات كبيرة في موضوع الفقر وكيف نتعامل معه. إذا هو اختصارا هو أن اقتصاد الشباب جزء مثل اقتصاد الإلهام، جزء من اقتصاد المرونة، أنه التعلم من خلال الممارسة وحل المشكلة. وبالتالي تشتغل على القدرة مقابل الطلب وليس العرض مقابل الطلب، ومن خلال استغلال الأمثلة للقوة الداخلية عندنا. شوف لما نتكلم عن اقتصاد الشباب هو في ملامح تراكمية بنت اقتصاد الشباب. في كان من 1890 الى 1915 كان الجيل يسمونه الجيل الضائع، جيل الحرب العالميه الاولى. طبعا كل الاشياء مكتوبه في كتاب بس انا اعطيكم اياها بالعربي الحين. جيل مثلا ما بين الحربين، ثم الجيل اللي بعدين الصامت المنشغل بحاله، ثم الجيل الانجاب. كل هاي الاجيال كانت تجي ايش تسوي؟ قاعد تبني حق اقتصاد جديد اللي انا اتكلم عليه الحين الان شوي شوي. اقتصاد الشباب. الجيل بعدين الاكس، ثم الجيل ما قبل الالفيه، ثم الجيل الواي. احنا الحين طبعا الشباب اللي قاعدين معانا اتوقع هم بين جيل الواي وجيل الزد. اوكي، لكن الحين اللي انا حضرت فيهم في بعض المدارس الثانويه هم جيل الفا وجيل جيل زد. اوكي، وجيل الفا جاي يعني بشكل كبير. شنو هذه الاجيال؟ شنو تتميز؟ هاي الاجيال اول شيء ان هي مرت في عده ثورات، لكن هاي الجيل الاخير هو الاخطر. اوكي، طبعا الجيل هذه اللي ما اللي عندهم يعني ولدوا
بيدهم الايباد ولا التليفون. اوكي هذه الاجيال خطيره، هي ما ينظر الى الاقتصاد مثل ما احنا ننظر له، طريقتهم في التعامل مع الاقتصاد. فكانت هم في اجيالنا احنا الاكس، يعني طبعا اتوقع ان كثير منا احنا من هذا الجيل الاكس وما فوق بعد. اوكي كانت فتره شنو؟ التمكين للمؤسسات الكبرى، كنا احنا كاننا شنو؟ نتمنى نعمل في مؤسسات. اوكي هدفنا يكون اكبر شيء، وللاسف انه في موريتانيا بعد يا ريت تفكرون تعملون حق مؤسسات، قلت تفكرون تشتغلون في الحكومه. كل ما اسال الشباب يقول اتمنى اشتغل في الحكومه. اوكي التركيز على الانتاجيه للعمل بكفاءه، كان هذا الفكره، الافشنسي اكثر من الافكتفنس، التركيز على هذه مفهوم الانتاجيه حتى في المصانع يركزون على الكفاءه اكثر من الابداع والهذه. احنا نتكلم من 1975 بدات تتغير الاشياء. بدات فتره تمكين الانسان. التركيز على الانتاجيه للعمل بمرونه عاليه وليس على الكفاءه فقط، الكفاءه جزء من الانتاجيه. ما يهمني اذا انت شنو يعني، كان التركيز قبل عمل الاشياء بطريقه صحيحه صح؟ اليوم ما يهمني اذا انت تسوي الاشياء بطريقه صحيحه لك انت في المكان الخطأ. اوكي يهمني ان هل انت فعلا قاعد تسوي الشيء الصحيح ثم بطريقه صحيحه. اوكي لان هذا الاساس الاكبر وهذا اللي يوصلني الى شنو؟ الى الابتكارات، الى الاختراعات اللي قاعد تصير، لذلك قاعد تطلع ابتكارات كبيره. ليش؟ يعني لما تسال ستيف جوبز ليش ما يكون هذا كل الكمبيوتر وكل شيء في يدي، العالم كله في يدي، هو اللي خلاه يصل الى هذا. طبعا في ناس ثانيه فكرت بس ما سوت قبله. اوكي لذلك هذه اللي طلع لذلك انا اعطي امثله على فكره كيف الشباب لان يفكرون بهذه الطريقه في كتابي على موسوعه اقتصاد الشباب، اعطيت تقريبا اكثر من 200 مثل الشباب اللي طلعوا مشاريع الان في العالم كل انحاء العالم. ليش؟ لان يفكرون بطريقه مختلفه، قاعد يطلعون مشاريع بطريقه مختلفه. اوكي وقاعد يتاثر بالاقتصاد ويصيرون هم اغلى الناس وهم اكثر الناس صناعه القرار. يعني الحين كل الرؤساء يحبون يصورون يم بيل جيتس. وش بيل جيتس يبي يصور معاهم؟ اوكي؟ لانه يصنع قرار يغير، يعالج الايدز، يعالج الكولا، يحل مشاكل الفقر بعده الدول بطريقه مختلفه. كنت انا بين في كينيا بدعو من منظمه الصحه العالميه في التسعينات. انا كنت الحين اشتغل في المستشفى العسكري. وكنت منتقل من مومباسا بروح الى صوب تنزانيا، يعني هناك عندي كليات بحاضر فيها مومباسا جنوب كينيا. ففي الطريق التفت شفت صوره بيل جيتس وكتب مكتوب عليه بالانجليزي، فقلت حق السالفه طبعا السالفه مو متعدده، قلت ارجع اشوف شنو كاتب بيل جيتس. شوفوا يا جماعه ترى هاي التواضع لا ازكي على احد، يعني ما عندي هاي، لكن اقول لكم هاي مو مسلم لكن عارف قاعد يسوي شنو دوره بالحياه، شنو هدفه بالحياه. على فكره جمعيه قصدي كليه الاقتصاد اذا تطلع ناس طلبه اقتصاديين وعارفين شنو دورهم بالحياه فهم هم في الحقيقه حله على العالم، مش قيمه غير مضافه بلوه. اوكي على العالم. فانتبه لازم كل طالب عندك في الصف عارف شنو دوره في الحياه، شنو مش ابي يصير وزير ولا بصير دكتور في الجامعه ولا شيء، لا هو شنو هدف الحياه، لان هاي كل المعادلات تختلف المعادلات الاقتصاديه. عموما فبيل جيتس كاتب انا اعتذر للشيء هذا لاني كنت اكثر من 10 سنوات حمد الله اكثر من 10 سنوات اتكلم على توزيع الكمبيوتر، ما ادري لحق منكم على الكلام ذيك مع بيل جيتس، اتكلم عن توزيع الكمبيوترات قليله الثمن اسمها اكس ام. اوكي يعني لو كان في وقتها رويناكم امثله من هذه الاشياء. ثم موجود على موقعي على فكره اللي انا احب اقول لكم اياه، صورتي انا مع هذا المكان اللي انا صورت فيه، ثم رحت بعدين تعرفت على المشروع عنهم. انا ثم اكتشفت ان الانسان حتى الان في كثير من دول العالم بما فيها افريقيا لا يعرف ان يستخدم الحمام الله يسلمك. وفعلا شنو مسوي هو؟ راح مسوي نماذج فبدا يحطونها في المدارس. يعلمون الطلبه كيف يستخدمون العسل في الحمام. اوكي؟ ثم بدأوا يحطونها في القرى. الطلبة يعلمون الآباء كيف يستخدمون الإيش؟ الحمامات، لأن يتعلمونها في وين؟ المدارس. أنا عندي هذه الإبداع أهم من الكمبيوترات. هذا الإبداع أهم من الكمبيوترات أكثر. لأن هذا إبداع حق كرامة الإنسان وارتقاء كرامة الإنسان. إذا إحنا قاعد نتكلم عن الاقتصاد هو يهدف إلى تغيير المجتمع، تغيير كبير أو إيش تغيير بعدين يذوب عبر الوقت وبعدين تغيير صغير، يعني أنت قاعد تتكلم على مستوى من التغييرات يشاهمون فيه الشباب يغلق المسافة بين الأفكار والمبادرات والممارسات. أستخدم فيها طاقة الشباب وأستخدم فيها روح الشباب اللي ما تكون عند الشباب فقط تكون عندي أنا. أي إنسان يبي يستمر عمره 80 سنة أنا أقول لكم ما عندي طاقة الشباب.
لكن عندي اللغه نفس الشباب. الدليل انا رحت كل يوم في بلد وادخل بالدول ما اعرف لغتهم، ما اعرفهم اذا ممكن يخطبوني عده، ما اعرفهم. اوكي؟ ممكن يخدعوني وخدعت في عده اماكن، لكن عندي روح. هاي روح اللي اقول ما في امشي انا من الدنيا ما اصنع اثر، ستيف جوبز مش احسن مني، البيت مش احسن مني. هذا التفكير هو اللي يصنع لنا شنو جسور مفقوده في حياتنا. راح يبني لنا جسور بطريقه مختلفه. ثلاث سنوات ونص عمرنا طلعنا اكثر من 80 ورقه، خلينا الناس تكتب اقتصاد اقتصادات ما تعرفها من قبل ان شاء الله من كل الدول. فهذه ما صار بالصدفه يا جماعه، يصير من خلال شنو؟ التركيز على الميدان، نزول الميدان. هذه مثل على مثلث الفقر اللي عالجناه احنا في البوسنه. البوسنه من اكثر الدول ابتلاء بالهجره، شبابها يعني 49 حسب منظمه الامم المتحده، والحكومه تعترف في الويب سايت ان 49% من شباب يهاجرون. انا اقول لا مو 49، انا قلت 69. من دراساتي مع جامعه البهاج اول ما رحت يا جماعه التجربه العلميه وايد مهمه، انه لازم كل شيء ارقام، واحنا اقتصاديين نتعامل مع الارقام، كل شيء ارقام في البدايه. ثبت التجربه ان في الشمال 69% يهاجرون. لانه بينه وبينه هدفهم اري، مش مثلنا احنا ما راح يقبلونا، احنا ما يقبلونا بسرعه، لان هاي مثل جماعه هتلر هاي دمهم اوروبي لو هم مسلمين، فبالتالي قبولهم وايد اسرع، لذلك الهجره عندهم عالي جدا. بسبب الهجره من اللي يتم في البوسنه ما بعد الحرب؟ يتمون كبار السن ولا يتمون ناس ما صغار. قاعد يزيد نسبه حالات الفقر، ونسبه حالات الفقر اللي بين سن 13 الى سن 21 سنه تقريبا توصل الى 40% اللي قاعد يحصلون مساعدات. لكن على فكره هاي فرصه اللي قاعد اقول لهم اياها اخر شيء، لان هذه عمر الانتاج وعمر الابداع، صح ولا لا؟ بدل ما انتظر اخليه يهاجر. فاحنا المثلث اللي كان هني في هاي مؤسسه اسمها مرحمه، هاي من اكبر المؤسسات في البوسنه. طبعا تعرفون ان البوسنه متاثره بالاتراك. الاتراك البلقان يعني ما شاء الله الاتراك مسيطرين عليه سيطره كبيره في كل شيء يعني في كل المجالات. فمرحمه في الشمال انا حظي ان مرحمه مفصوله عن مرحمه الباقيين لانها بعيده عنها. فانا ركزت على الشمال، قلت انا اشوف التغيير بعد على فكره، لا تهود منطقه هاي الشباب يفكر لازم بهالطريقه هاي الروح، لا تخلي حماسك يضيعك. دائما نقول في علم الاقتصاد الحماس ليس كفايه، المعرفه ليست كفايه، المعرفه التطبيقيه كفايه. يعني عشان تصل الى مرحله الحكمه لازم دائما تدور نماذج صغيره تشتغل عليها، لا تدور تشتغل يعني لا تشتغل في نواكشوط يمكن كلها، اشتغلوا مثل ما قلت لكم في الدار البيضاء، منطقة متواضعين، أي شيء بتسوي لهم يبين، وهم مستعدين يطبقون، لو جيت في داخل نواكشوط بعد تهنئة من الجامعة ولا بسوي شيء، ما يقول لك أنت مين أنت؟ ليش أنا أشتغل معك؟ ليش أسوي لك شيء؟ أوكي. فلاحظوا هني نفس الشيء من يولنا الشمال، هذه مرحمة عندها 300 أسرة، 1000 يعني فم أو 1000 إنسان يستلم الوجبات، الوجبات ثلاث مرات في اليوم، وجبات بسيطة، شوفوا الوجبة احنا هنا، طبعا هي واحدة من التجارب أو التجارب الأولية. ان الوجبات ناكلها، نعرف شنو الوجبه مكونه من شنو، اعطيكم فلان شيء في وجبه الغداء شوربه. انتم شفتوا ايام الحرب، يعني اكيد شفتوا ايام الحرب البوسنه 91 92 معظم الناس اللي على السجل هذه هم سجل شنو؟ هم في السجل من ايام الحرب كبار السن. وهاي طبعا انتقاد عليهم بشكل كبير، لان يعني معناته ما قاعد يجدد هو الناس اللي تدخل تم في على قائمه المساعدات اليوميه بدون ما في لها تقييم. اوكي؟ من علما يعني افترض ما نعطي الناس الفقير الاصل في الفقير، شوفوا انا شنو قلت هني المعادله مالتي. المعادله مالتهم انهم يعطون الفقراء وخلاص. صح؟ المعادله مالتي انا لما قربت النموذج، لا الاصل ان انت كمنظمه انسانيه على فكره المسلمين اكثر ناس قاعد يكرسون الفقر، منظمات اسلاميه تكرس الفقر بدون ما تدري، يعني انا زرت عده منظمات هني، واحد منظمات نسائيه بعد الفقر وغيرها، ثم قاعد تكرسون الفقر الطويل، عملكم جبار، لكن تكرس الفقر. لما انت تساعد الفقير باستمرار وما يعرف انه هو حاله طارئه، وانت ما قاعد تعده، هو ما يعرف الفقير على فكره، عنده نفس العقليه انت ترى مسكين معاه، هذه اللي شافها فرضياته تختلف عن فرضياتك. اذا انت ما ساعدته انه يطلع ينتقل الى، اذا انت تسلم السنه نفس القائمه اللي سلمت العام او ورث العام، فانت قاعد تكرس الفقر. انت قاعد معي ما قاعد تسوي شيء. الاصل ان جزء حتى لو هال 10% اللي ناخذها حق الاداره حق ما شنو جزء منها ناخذها عشان نطور الناس. نشبك اذا ما نقدر، اذا انا مؤسسه صغيره ما اقدر اشبك مع مؤسسات ثانيه، في ناس كثير ترى مؤسسات ممكن تساعد، انت ما انتبهت. لذلك ما في تخطيط استراتيجي داخل منظماتنا على فكره، وهي جزء من المنظمه، هي معنا منظمه خدمه وفيها اداره قويه وفيها ملفات كل شيء.
اوكي؟ فيدك انه لا. من 300 حاله من اول يوم عقب ما حطينا سوينا استماره في اوزان. اوكي؟ طبعا حطينا اياها شيء تجارب، سوينا دائما نسوي تجارب ثم سويناها بعدين على الكمبيوتر بحيث يدخلها. لما يدخل هو مثلا كم عمره، يقدر يشتغل، يقدر يسوي شاي ولا ما يقدر؟ اذا قدر يسوي شاي ليش اعطيه وجبه مطبوخه؟ اعطيه وجبتهم تحطها في فرن ولا على النار، عباره عن كوسه او شو اسمه فلفل اخضر بارد هذه، وشوربه يحط معها بصل ما ادري شنو، وهي شوربه. اهم شيء في الوجبه شنو اللي ما يقدر يسوي؟ الخبز ماله. مرحمت من 92 ما فكرت، هذه مرحمت ما فكرت انها تسوي مخبز. طول الوقت قاعد تشتري خبز. ما فكرت انها تسوي وقفيه، شنو حق مخبز. ممكن الوقفيه المخبز دي هو يصير شنو؟ هو يصير مصدر دخل. هو نفسه مو بس هاي، ممكن المخبز دي يكون تحت في ايضا مكان حق الناس تاكل. اوكي، اللي يبي ياكل ياكل هناك، توصل اللي يبي يوصل لهم بدل ما هم يوصلون حق الناس. الشيء الاهم من هذه انه ما فكر انه هو يجتهد ايضا في طريقه الناس، انه كيف ليش الناس تستلم مساعدات؟ ليش عندي 40% من الاستاتي انا هم شباب؟ ليش ما انا اطلع استاتي في الشباب؟ ليش هو اخلي خلاص الاسره تتم دائما هي طول عمرها فقيره؟ تساؤلات يا جماعه، ترى انت كاقتصاديين ما يصير نشوف بلدنا كذي. في موريتانيا في نواكشوط، ترى انتم الحين في نواكشوط العاصمه، ما يصير تشوفون المناطق كلها فقيره وانتم كل يوم جايين بس الكليه وناخذ دورات في الاقتصاد وكورسات وما نسوي شيء. اللي يبي يخلص عن كلام طلبه الدكتوراه حتى الاساتذه، بس ترى الدكتوراه عليكم انتم فيكم امل اكثر من الاساتذه فيكم صراحه. انتم ما يصير تخلص الدكتوراه وفعلا تقول انا استاذ اقتصاد ما سويت مشروع. ما تسوي مشروع تحاول تفشل، حتى لو تفشل على فكره فشلك هو تعلمك. عموما فاحنا هني النموذج اللي شنو سوى؟ اول شيء لما شافت المحافظ حط في الجريده الوالده قالت لي انا بتبرع لهم بشيء. قلت لها بقول لك انا شنو، لا تسرعين انت، خلينا شوي شوي، لان انا دائما احاول اسيطر على العاطفه. لان احنا ما نستلم تبرعات من الناس، احنا الناس فكريين، نحاول بس نحط ساعات باشياء بسيطه على اساس ان نحرك بس الشيء. اوكي، بعدين بتجي تبرعات بروحها. لان شوف دائما هم بهاي اقتصاد الالهام، اقتصاد الشباب، انه في نيه، في تصور تسميه فيجواليزيشن، ثم عمل بسيط تتحرك كل الاشياء. بس في نيه واضحه، في تصور شو الهدف اللي بحققه، تبتدي الامور تتغير. شرينا له ماكينه خبز بدل مخبز، الوالده متبرعه تبي تعطيه شنو؟ مخبز كامل. لا، ماكينه خبز، صنع الخبز. في صوره بعد تشوفونها على الموقع. هاي الماكينه لما حطها بالجريده مصور انا وياه ومعطيني هو جائزه او شو اسمه درع حق الوالده، شافه مين؟ شافه مال البلديه. من زمان هو يروح لهم كل يوم يقول لهم يا جماعه اعطوني ارض، اعطوني ارض. والله يا جماعه الارض اللي اعطاها اياه كانه وصف لاراضي الجنه. اوكي، على نهر، النهر هاي اونا ريفر، دخلوا هاي بهات، شوفوا هاي بهات شنو جمالها، اسمه اونا ريفر يو ان اي. اوكي، هذه اجمل انهار العالم. اعطاه ارض يعني كانها خصب، بس لان شخص تشوفه عقلها وتوكل، بس تحرك شوي للامام يا لا رزق. اوكي، احنا سوينا صممنا، ما عنده فلوس، صممنا مبنى، المبنى فيه مخبز، في مطعم، في مركز تدريب، في مكان اقامه حق يعني ناس ضيوف. يا نص المبلغ من اول يوم، بس اعلنا احنا حطينا في الانستغرام يا نص المبلغ من اول يوم. يا جماعه ترى الاشياء ترى هي بسيطه، بس يبي الانسان، وهذه الفكره، الناس اللي تشتغل في العمل التطوعي مو كل الناس عندها هاي التفكير. انت دورك كاقتصادي تحل المشاكل بطريقه مختلفه. فهذه اللي احنا قاعد نتكلم عليه في هذا، فالتجارب احنا نتكلم وايد، كل هاي الناس ترى اللي غيروا في العالم يستخدمون نفس النموذج، كلهم مروا بنفس النموذج. فيعني هو صار هو عنده سمعه، صار غير في العالم، لكن ما صار بالصدفه. اذا احنا مهم جدا ان احنا نفكر ايضا في اقتصاد الشباب شو نسوي. نفس النموذج اللي تكلمنا عنه، كم نقول اقتصاد الشباب؟ اليوم احنا قاعد نركز دكتور على شنو؟ خدمات ومنهجه للشباب، قاعد يقول لي والله نبي لهم دورات رياده، نبي نسوي لهم تكوين، نبي نسوي لهم محل مال رياضه، مال صحه، يا جماعه انا نبي نوظف الشباب. لا مو بدور، احنا كاقتصاديين فاشلين، اذا نقول حق الحكومه، مو دور الحكومات تشغل كل الناس يا جماعه. حكومات دورها تحط منظومات، لكن مو دورها انها تشغل الناس، تغير هاي المفهوم، للمفهوم الكلاسيكي اللي انتهى من العالم 1960. ولا دورها هي يعني التركيز على برامج التعلم مدى الحياه، هذه يعني الدول المتقدمه، طبعا دولنا ما فيها كلمه تعلم مدى الحياه ما نعرف. اوكي، اتكلم اللي فوق المثلث، هاي افضل الممارسات، بعد افضل الممارسات الاقتصاد الراسمالي.
الاقتصاد اللي نادي به لا نبتدي هني بالتطبيق ممارسات تؤسس الاقتصاد يقوم على الشباب روحه وطاقته تركيز على برامج غير ممنهجة لا تتعلم على التعليم التقليدي أثبت فشلات لذلك نطلع شباب لا يناسبون سوق العمل لأن عمرنا ما راح نواكب سوق العمل سوق العمل متقلب حتى لو في مرتان يشوف سوق العمل بطيء عندهم مرتان في دول رأسمالية أكثر لكنه هو متقلب ما يصير تخطط حق 5 سنوات من الآن لأن كل يوم يفترض أن سوق العمل الأصل فيه من طبيعته أنه متقلب فلازم أخلي شنو هو طالب عنده تعلم غير ممنهج بتعلم من مدرسة الحياة وليس مدرسة المدرسة مدرسة المدرسة علمت على طريقة كلاسيكية بطيئة لازم يدرس وبعدين يمتحن مدرسة الحياة لا تمتحن وبعدين تتعلم فيصير عنده تفكيره واسع متقبل حق الصدمات مرونته أعلى فبالتالي يصير عنده قدرة أكثر أنه عنده اكتفاء ذاتي اليوم في ترند في الغرب رجوع بشكل كبير خاصة في دول أوروبا أنا يعني معظم أصدقائي كله من سلوبين دول هذه البلقان يوم هاي الاكتفاء الذاتي هاي دول شيوعية تذكرون تحت يعني تيتو وغيره كان قبل الاكتفاء الذاتي عندهم 70% راحوا لما فتحوا اليورو قل عندهم الاكتفاء الذاتي 15% الحين في رجوع كبير من المدارس كيف إن هي شنو تأكل مما تزرع رجعون 70% طبعا ما رجعوا لكن وصلنا الحين مثلا 40% معظم مدارس البوسنة الحمد لله نفس الشيء ترى عندنا مشاريع صرنا معاه على تعزيز مفهوم الاكتفاء الذاتي هذه مهم حتى في الأسرة الاكتفاء الذاتي لازم عززه الطالب لما يشوف أسرته لما يشوف أبوه لما يشوف أمه لما يشوف قريته إن في عنده اكتفاء ذاتي هاي بحد ذاته يساعد إنه يطلع شنو يبتدي يبدع في الاكتفاء الذاتي أوكي لحشان يطلع برامج شنو اقتصادية اجتماعية يعني يقودونها الشباب ويأثرون في الوطن بدل ما يفكر في الهجرة الناس ليش تهاجر لما قصنا في البوسنة ليش يهاجرون ما في كواليتي فلا جو هذا الدكتور هذه يقول انتظر 10 دقائق على الأقل فليش يهاجرون الناس الناس تهاجر لأن ما تشوف إحنا لما رحنا البوسنة نفس الشيء تعرف عندكم فيه وين ترى هاي أمانة يا جماعة كل واحد سمع كلمتي هاي أمانة عليكم أوكي إحنا حصلنا مرة تانية ترى قريبة من البوسنة نفس القصة الشباب المرة تانية ما عنده مو أنا ما بشتغل وياه على الإلهام الحين شفتوا لكل المشاريع اللي قاعد أسويها نعطي شوفوا تابعوا على الانستغرام ما نجيبوا المشاريع اللي قاعد نستعد لها أمس إحنا درنا 7 مشاريع أوكي اليوم عندنا نفس الشيء اليوم عندنا كثير مشاريع فكل المشاريع قاعد نشتغل على مستوى الطموح ما اشتغل على مستوى الإلهام بس برفع الطموح aspiration before inspiration لأن عشان أقلل من شنو الفرستريشن مال الشباب الحين تفكيره غير طاقته غير يشوف المجتمع ماله هو طارد هاي الطاقة شو تتوقعون ما بيهاجر حتى لو هو موجود هو مهاجر حتى لو هو موجود هو أصلا مهاجر وعايش برا ماله فلذلك راح يصير عندنا انفصام في الشخصية الأبناء عموما فاحنا قاعد نتكلم على تحول اقتصادي اجتماعي من خلال عدة أنشطة في البوسنة لاحظنا أنا اقتصادي صحيح بس أشوف مشكلة اجتماعية شو مشكلة اجتماعية هنا يسريبوا على الكل إن ترى هذا الأولاد عقب ما يخلصون فترة المدرسة الساعة 5 هو يسريبوا منطقة سريبوا اللي راح لها سوق سريبوا منطقة تبادل الديلرز من المخدرات أوكي فيبينون عواطفهم على الديلرز يعني مو بشكل هذي إذا خلص هذا الشباب كتير مرتين ثلاث تعلموا عليك خلاص يجيلك هو فهذين الشباب كلهم يصيرون ما درك ديلرز يستخدمونه بعدين يصيرون دراج ادكتس مع الوقت اوكي شلون انا احافظ على الحين شلون احل هالمشكله اني اشغل الشباب احط برامج شبابيه اول شيء في الزراعه ثم في الرياضه ابتدي معاهم الرياضه اوكي فهاي اللي سويناه احنا مثلا في مدارس سراييفو بشكل كبير اعطيكم مثل اخر المشروع احنا عندنا كان في ايضا في مدارس الاسلاميه في كل بوسنة بس احنا نسوي نماذج ما نروح كل البوسنة نسوي نماذج فاحنا يودنا نفس الشيء منطقة بيهاج مثلا شنو عندهم المدارس الإسلامية يطلعون هذيل الشباب اللي يشوفونهم ماسكين يدي هذيل خطباء والبنات يصيرون باحثات اجتماعيات وهي المدارس الإسلامية هي تخلي يعني تبون فيها يجون عدة مناطق قرى شنو مشكلة الأستاذ المدرسة ان انا شلون اطلع هذيل خطباء وهم مشاغبين ودرجاتهم مو بزينة لكن ابهاتهم هذيل اغنياء يدفعون لهم على فكرة أقوى مدارس اللي يروحون بعدين جامعات حتى أوروبا هم يطلعون مدارس إسلامية أوكي يعني حتى يروحون بعدين أوروبا يهاجرون بعدهم على مدارس إسلامية كل الناس تؤمن مدارس إسلامية إلى آخره فعموما شلون أثبتنا لجبنا هذه الطلبة أعطيناهم تحديات بسيطة ست مرة فيهم يمكن 120 دولار حق كل مجموعة كل 6 أشخاص نعطيهم 120 دولار نقول لك خلال أسبوعين ضاعف المبلغ
اوكي طبعا اعطيه منهجيات كيف هو يسوق كيف كذا كذا يعني يوم مرتين على ساعتين ساعتين اربع ساعات تقريبا تدريب اقول له انا خلال اسبوعين لما اجي لك ابي تضاعف لي المبلغ هذول لانهم طبيعتهم تعلم غير المنهج احسن من من الطلبه اللي وانا عندي تجربتي انا اقول لكم الطلبه اللي يحصلون ايه عند الاساتذه انا يحصلون عندي دي سبب والطلبه اللي يحصلون دي انا يحصل عندي ايه لان طريقتي في التدريس مختلفه طريقتي مدرسه الحياه انا ما طالبه ما يهمني انه هو يحفظ الماده يهمني انه يعرف يستخدمها يقدر يطبق مشاريع على ارض الواقع بعدين يسوي شيء تغيير يقدر يستعد حق الان حق التغيير في المجتمع هذول اللي طلع بكره منهم اللي يسوي العسل، اللي يسوي الجام، اللي يبيع اللوز هنا هذه المنطقة كلها لوز، كلها هاي فوق هاي فوق جبل، هاي المدرسة. اوكي؟ هذه البنات بدأوا يسوون أنواع من الحلويات، إبداع في البيع لأن هاي بعد مدرسة داخلية، بدأوا يبيعون حتى على الأساتذة صوب البنين يعني. إبدعوا في طريقة التربية. فلا شك أن هذين بدأ الأستاذ رئيس المدرسة بدأ يطور رئيس مجلس الإدارة بدأ يطرحهم من نظرة مختلفة اللي كان يكرههم بس ما قادر يقول لهم شيء لأن أبوهاتهم يدفعون سبونسر مو بس يعني هم ممولين للهاي صار يحبهم صار يشوف فيهم النظرة الأخرى وهذه مرة ثانية دورنا كاقتصاديين نستخدم الهنديات لذلك دورنا احنا شنو؟ إن ننقل مجتمعاتنا من مجتمعات اتكالية جدا أوكي يعني انا افهم مجتمعات بتروليه اتكاليه بس مجتمعات فقيره الحين مثل موريتانيا اتكاليه انا ما افهم صراحه هاي احنا خربونا في دول الخليج اوكي ذبحونا صراحه احنا عمد ميتين والله صدقوني لو انا ما كنت اطلع من برا اموت احتار اوكي اموت وانا في فاي ليش لانه فعلا مجتمع اتكالي كل شيء ما تتحرك ساكن عشان تتحرك هاي تطلب احد ثاني يجيب لك اياه اوكي فبالتالي عشان نتحرك الى هاي مجتمعاتنا لازم نماذجنا تقوم على التالي ما قادر اوصل القدرة على التوفر يعني availability يعني في الوقت المناسب اليوم أنا عشان أحرك أغير شيء لازم أتوفر أنا مثلا في دار البيضاء في جمعية مكة عندنا مدارس طبيعي يبي يراويني ويبي يحصل تبرع لأن هاي مخننة طريقة تفكيرنا أن أنا لما يجيني واحد خليجي أنا بحصل منه تبرع أنا أراوي دائما أقول ترى شوفوا جاي ما في شيء ترى أنا جايكم ما عندي شيء أوكي أنا جاي أبغى أغير طبعا بعدين اجيب له تبرع اقول لكم صراحه يعني الحاجه يعني هاي مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى ما شفنا شيء لكن ما البدايه اغير باقل الموارد لما اشوف العمليه التعليميه مالته هو صدق ما يعرف شنو العمليه التعليميه اللي يدرسون جماعه ترى هم مدرسات يعني كانوا في الصف اصلا صاروا مدرسات عنده اوكي يدرسونهم الف باتاء هاي بالصف الاول والثاني مع بعض الصف الثاني العاطفه ما تقول كيف 30 طفل في اقل من ربع الطاوله قاعدين في هاي الغرفة تحت تنك وحر قال العاطفة ما تجي سيودها أوكي أقولها بعدين ما اشتغل عليه أول شيء شوفها هي عندها قاعد تعلمهم صح أشوف الصف الأول ما يعرف يقرأ أقول ما على الصف الثاني ما يعرف يقرأ أروح ليه بعدين الصف السادس أقول كل العملية كلها في خمس دقائق ليش أنا هدفي إني شنو إني أجعل المجتمع ماله الصغير إنه أكثر تحررا صح شلون تحرر إن إذا ما ينجحون طلبته ما من فائدة حتى لو هاي الطلبة يقول بعضها ما يدخلون لأن ما عندهم إثباتات قوية ولا شيء أوكي لكن يهمني إن على الأقل في احتمالات إن يدخلون يبقى احتمالات حتى لما يهاجرون هذين على الأقل مقبولين إذا ما يعرف يقرأ في الصف السادس مشكلة ففعلا معناته هو مشكلة أنت مو في التعليم إذا المعلم عنده مشكلة المادة عليها مشكلة يمكن عندهم هذه الطلبة صعوبات تعلم عندهم مشكلة ما حد جاهم جبت لهم واحد قعد معهم شوف على صعوبات تعلم يمكن المدرس عنده صعوبات تعلم اوكي تعلم مصر فاذا احنا نتكلم على طريقه مختلفه نفس الشيء موضوع تقليل الهجره احنا ما نقدر على فكره نقلل الهجره بطريقه عشوائيه اوكي احنا نقلل مخاطر اوكي يعني احنا نسميه mitigation of risk اوكي يعني معناته مثل ما قلنا ايش سوي ان احنا قللنا مخاطر الهجره اثبتنا الناس اللي ما هاجروا وبدينا ننجح الناس اللي ما هاجروا اللي عشان يصير نماذج ناجح بدينا نقول تعال الناس اللي رجعوا بعدين اكتشفوا راحوا غسلوا صحون في سلوفينيا ولا في ايطاليا ولا في تشيكيا وحق فتره قال انا ارجع في بلدي واسويها وقارناها بالمعادله الاقتصاديه بارقام شافوا ان ترى يقدر هو في بلدي يطلع اشياء اكثر يا جماعه اللي كانوا على قائمه مرحمه معظمهم قاعدين على نهر اللي قلت لكم عليه هنا يعني ما يقدر يفتح له محل يبيع شاي وقهوه ما يقدر يسوي يشيل صيد السمك ويشوي له ما حد ما في هناك بعد دايسن حق صيد السمك مثل اوروبا بس ما حد قال له ما حد دربه خلاص تعلمه من يوم انت قاعد كل يوم قاعد اسويه استلم مثل ما تقول لي كل يوم انت غبي 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 فانا اصدق اني انا غبي
اوكي انا بنيت هاي المفهوم. بالتالي اذا مهم ان احنا نفكر بطريقه مختلفه، منهجيتنا تقوم على هاي التاءات. اوكي بالعربي تحديد، لازم عندك شنو سكوب واضح، النيه واضحه، طبعا هاي لازم يحتاج الى تواضع. اوكي ان الله يخشى من عباده العلماء، يعني العلماء اكثر من الناس خشيه من الله لانهم يعرفون حجم ما يجهلون وليس حجم ما يعرفون. فانت الاصل انك انت تدير عمليه شنو اداره الجهل. الحين هذا على فكره الاجنورنس مانجمنت هاي علم في علم الاقتصاد، لازم ترجعون لتدرون فيه. اوكي وانا اقول لكم، بقول لكم صراحه سامحوني استاذ الاقتصاد، ترى الفرنسيين والله متاخرين يا جماعه، لازم تقرون. انا لما رحت الجزائر نفس الكلام، بدوا الحمد لله بدوا ينتبهون، بدوا يتواصلون معي، يعني ندز لهم ورقات وما يترجمونها، لان ترى الفرنسيين متاخرين في كل شيء، كانوا قبل متاخرين بس بالتقنين، الحين متاخرين في حتى الثقافه خلاص بدات ياخذونها منهم. فلا تصيرون بس فرانكونيين تتابعون بس المنشورات الفرنسيه وتقرونها، لا ترى انتقلوا الى العالم الاكبر اللي هو باللغه الانجليزيه. فاذا انت الاولى هي التواضع، هذه اني يعني انا الاصل اني ما اعرف، الاصل اني انا بستكشف فرصه، شيء فرصه ما اعرفها، اللي بسوي فيه معكه ما بسوي في مصنع السجاد، ما بسوي كل مكان، حتى لو رحت جهات مثل مكه اللي هي دار البيضاء، لا ترى في شيء اخر ممكن اسويه. عندي بعدين تركيز، بعدين عندي تجميع معلومات بطريقه صحيحه، ثم عندي تحليل، ثم عندي تعليل، ثم عندي تعلم، لان لن اصل الى مرحله يسمونها الادراك. الادراك هي باللغه العربيه القدره على وضع المفاهيم موضع التطبيق. انت تقول لك تقدر تحل معادله الفقر مع جمعيه مكه. صح؟ يلا هات، اذا ما مريت هاي التاءات لن تصل الى هاي الشيء. عندنا ثلاث مراحل، مرحله الملاحظه، مرحله الاستيعاب، باللغه الانجليزيه كاتبها observation، ثم مرحله الادراك. مرحله الادراك يعني مرحله الاستيعاب، يعني تعرف اهميه انك تسوي هذا العمل، اهميته لك انت. على فكره الانسان اللي يلهم المجتمعات هو انسان ملهم، صح؟ وملهم، لان هو دائره، اذا انت ما تلهم لن تلهم. اوكي بلاحظوا هاي الدائره مهمه جدا. اذا مريت في مرحله الاستيعاب بديت اعرف اهميه اني انا اقوم بالعمل هذا، حطيت هاي النيه اليوم ونمت عليها، وبكره يا بطل نزلت وروح شفتك مجتمع فقير، وانا اقول لك جامعه نوكشوط كليه اقتصاد، انا ما اقول لكم كل محيط الجامعه، مو انتم جايبين هاي الشارع، حلوا مشاكل هاي الشارع، اشتغلوا مشاريع بس في هاي الشارع، شوفوا ايش كثر مشاريع راح تكون عندكم. فبالتالي نقدر نفكر بطريقه مختلفه، يصير الابتكار عندنا حلو، التجربه، الفشل حلو، الفشل يا جماعه وايد جميل، صدق ما نحب ده، نصيح ساعات، والله صدقوني ساعات اقعد في البيت اصيح، ليش انخدعت؟ ليش رحت البلد وتقصوا علي؟ استثمرت في مشاريع، استثمرت وقتي، لكن بعد فتره اكتشف ان رب العالمين بقى لي شيء ثاني احسن منه، خلاني اطلع نظريات افضل. فلذلك وبدون هاي التجربه ما راح يصير عندي عمليه التعلم، لان كلنا ما نعرف شنو، مدرسيننا كلنا ما نعرف ان عمليه التعلم هي مرتبطه بعمليه شنو؟ التغيير العقلي. ما في تعلم اذا انت اليوم ما تغيرت فرضياتك في هاي اليوم، ما بديت تطبق، ما صار عندك تعلم، يمكن صار عندك معرفه. عرفت شوي شنو اقتصاد الشباب، بس ما صار عندكم تعلم، في فرق بين التعليم والتعلم. هذا ينقلنا الى مراحل ينقلنا، طبعا مضطر الحين اوقف لانه بيزفني الدكتور هذه، لكن كان في معادلات كنت بشرح لكم اياها بسرعه، لكن ان شاء الله ادز حق استاذي بيعطيني هو ان شاء الله كارته من المشاريع اللي سويناها مثلا مع البوسنه عشان نثبت تجاربنا، هو ان خلينا هذه البطلات هاي باول اول برنامج، برنامج اسبوعي عشان يرفع اقتصاد الشباب. يعني يبين ان الشباب ترى فيهم خير، ترى ممكن، طبعا اليوم اكثر الاذاعات اللي يعني قويه في العالم هي اذاعات متخصصه في موضوع الشباب، حتى في البودكاست في لها دخل فلوس وايد. اوكي؟ يعني ليش تو تم الحين البحرين عندنا اربع اذاعات، في عمان ما شاء الله 16 اذاعات شباب خاصه يعني. لان اكثر ناس عندهم دعايات. مش مثل الاذاعات الحكوميه ما عندها دعايات. فبالتالي هذه اللي جعلنا ان شاء الله الناس فضوليين نبحث عن الحقيقه. ترى تشوف كلمات الفشل هو لان استخدامه سيء فصرنا نخاف من كلمه فشل. الفضوليه امس انا ساعتين اقنع استاذ اقول له الفضوليه اللي انت تعرفها هاي لانك انت العقليه مالتك كذي، الفرضيه مالتك كذي، بس الفضوليه ترى كلمه زينه. اوكي؟ كتابي الجاي ليفنج وذ كيوريوس لايف. اوكي؟ يعني شنو؟ العيش بفضوليه. ليفنج نعم. اوكي؟ فهاي اللي بخليني الناس متجددين، البرسبكتيف مالنا يعني عشان نكون احنا وايد، خاصه على فكره كل ما صرت بروفيشنال طبيب بروفيسور كل ما صار عندك البرسبكتيف مالك شيء تشوف العالم. الا لما تكون تعيش مدرسه الحياه، تبدي تحل مشاكل، تنتقل من مجتمع الى مجتمع، تقبل الاخر بكل سيئاته وحسناته، هني تبتدي تشوف العالم
بطريقه متجرده وفعلا تقبل التنوع، تقبل ان شاء الله ان شنو تاتي بالافضل ان شاء الله الى المجتمعات. شكرا لكم، صحنا الله. شكرا دكتور على العرض القيم وعلى هذه السياحه بهذه التجارب السريه والمهمه جدا. اذا الموضوع كما ترون موضوع يتميز بجده وبطرافه وبنصالة أيضا. القرآن الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وبالتالي هذا هو المدخل الرئيسي لهذا الحث على الخروج من القوالب الجامدة والتصرفات المهيكلة إلى طابع أرحب وأوسع لا يستند إلى تصور ولا قالب جاهز. وهذا ما عبر عنه الدكتور في أخير بالفضولية لا كيوريوزيتي معناها. والعديد من الدراسات اليوم تبين أن العديد من الابتكار يأتي عن طريق الفضول. الفضول معناها إنسان في رغبة في حب تطلع محاولة تقليب نظر حول ظاهرة واحدة، وبالتالي بما يسمى اليوم بالإنوفاسيون فورتويت هو الابتكار العفوي يأتي دائما عن طريق هذا النوع من الفضول. بينما هناك دراسات عديدة تنفق فيها مئات الملايين ولا تتوصل إلى أي شيء. أيضا هناك أيضا مبدأ آخر، وأعتقد أن هذا الموضوع جديد أيضا له مسند إسلامي قوي جدا. نحن نقول دائما أنه في كل محنة منحة، فدائما التجارب القاسية تتولد عنها نجاحات كبيرة جدا. هناك مثل روسي يقول الضرب يكسر الزجاج لكنه يبلط الحديد. فعندما تكون هناك إرادات بمعنى أنه دائما بين ظلمة وحفرة الفشل تخرج هناك العديد من القدرة على النجاح وعلى الابتكار وعلى الخلق. ودكتور في هذا العرض بين المسار التسلسلي الذي مر به علم الاقتصاد، وهنا يتحدى أيضا في مقاربة جديدة علم الاقتصاد، ولا يخرج عن علم الاقتصاد ولكنه يخرج عن المنهجية القديمة التي تعتمد مفاهيم جامدة من الطلب والعرض. على سبيل المثال كأسلوب للتفكير، لأن نحن لا نفكر خارج هذه القوالب، وبالتالي كلما كان إطار التفكير الفريم ورك كان جامدا أو غير مناسب، كلما كان تفكيرنا أو قدرة مع العمل تعود ضعيفة جدا. دكتور بين عنصر أن طالبت من السنة الماضية من الجامعة أن تبعث أحدنا أو اثنين، واليوم إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون لدينا ممثل صندوق النقد الدولي نواف شوط يحاضر هنا في الوحدة، وهم طلب لدينا أن يبعث شخصين لإقامة 6 شهور لدراسة الاقتصاد السلوكي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاقتصاد السلوكي في السبعينات والثمانينات بل وحتى التسعينات تعرفون أن النساء الموريتانيات كنا يشغلن صباحاتهم بتقية الأرز من الأوساخ، لأنه له لا مجال حتى ولو كانت لديك الأموال السوق لا يوجد فيها إلا هذه المادة. لكن عندما حدث هناك تنوع في الانتاج اصبح الناس الذين لديهم قدره يشترون ارزا نوع جيد. اصبح اليوم الناس لديهم خيارات، والهدف من هذا النوع من التجارب هو توسيع خيارات امام الناس. عندما اصبحت لدي خيارات اصبحت المؤسسات هي التي تنهز وراء المستهلك، هي التي تعرف كيف يفكر كيف ينظر للاشياء، وبالتالي وجد هذا العلم اليوم الاقتصاد السلوكي اللي بيانفر الايكونوميكس اللي هو فاعل اليوم اصبح يدرس في فرنسا ولكنه متطور جدا في الولايات المتحده الامريكيه، وهو بالتالي يساعد المؤسسات ويساعد الافراد ايضا في اتخاذ القرار انطلاقا من هذه السلسله التي ذكرها الدكتور، فرضيات عادات سلوكيات ردود افعال، وبين ان هذا الاقتصاد السلوكي يعتمد هنا على السلوكيات. وبالتالي هناك بعد اخلاقي في هذا العلم، لانه عندما نتلاعب بسلوك الناس كما يحدث ايضا مع جلطات العواطف هذا يعتبر فيه جانب اخلاقي غير مهم. وبالتالي فان العلم الجديد الذي ما بعد العلم السلوكي اللي هو ما يسمى باقتصاد الالهام او اقتصاد المرونه يذهب بعيدا حتى الفرضيات، يعتمد على الفرضيات. وبالتالي انا اطرح سؤال على الدكتور، الا يرى ان الذهاب الى الفرضيات اننا نعمق التلاعب بالمستهلك بنفسه؟ يعني هم كانوا يتدخلون على الاقل في المرحله الثالثه،
لا يتدخلون في البلديات ولا في العدد، لكنهم يتدخلون في السلوكيات. أنتم ستتدخلون في البلديات، معنى أنكم ستصنعون القالب من بدايته حتى نهاية. هذه البيضة التي أود من الأستاذ ممكن بعدين إن شاء الله. في الواقع هناك الكثير أيضا أعجبني كثيرا في هذا العرض، وهو في الواقع ممتاز كله. هذا الجانب أيضا تحقيق لأجيال الشباب والمراحل التي يمر بها انطلاقا، معناها محاولة رصد وحتى في النظرية الاقتصادية كما تعلمون أن هناك ما يسمى بالفكر الاقتصادي وهناك الواقع الاقتصادي. هو هذا التحليل قارب بين الفكر الاقتصادي من خلال تتبع الثورات الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة اليوم، ونحن للأسف الشديد لم ندخل كعرب وكمسلمين لم ندخل الثورة الصناعية الثالثة ولا الرابعة طبعا. بالتالي هو قام بتحقيق وتقطيع وتمزيق للفترة الزمنية بين مراحل تتواكب فيها أو تتداخل فيها البعد الواقعي يعني الوقائع الاقتصادية، وأيضا البعد السياسوي من خلال رصدها بالحروب حرب العالمية الأولى والثانية التحولات الكبرى. وبالتالي أعتقد أنه من أهم العناصر الرئيسية في هذا العلم الذي يخرج على القواعد الأرثوذكس هو أنه يدمج الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى آخره. وبالتالي أنا هنا أطرح أيضا سؤال آخر، التخصص قد لا يكون عيبا في حد ذاته، لكن فهمنا له قد يجعله كذلك، خاصة أننا قد نجعله مبررا لجهازنا على صدورنا. لكن من الناحية المنهجية نحن كاقتصاديين ونتعلمون ذلك، عندما ندرس السلوك الاقتصادي لفرد أو عائلة أو دولة نحن نعتبر أن العوامل الأخرى غير الاقتصادية ثابتة على حالها، وهو في الواقع فرضية ليست واقعية، ولكننا نستخدمها لتسهيل تحليل الظاهرة الاقتصادية. ما لا يحدث في علم الاسم بالضبط. وهذا بالتالي عندما تخرجون على لكروسيتيريس باريبيس اللي هي البقاء الأشياء الأخرى على حالها، بمعنى أنه سيتداخل هناك الاقتصادي مع الاجتماعي مع الثقافي مع النفسي مع الفرع الجديد الاقتصاد يسمونه نيرو إيكونوميكس، علم الاقتصاد العصبي. وبالتالي يعتمد على ردود الفعل. إذا هناك تلاحظون أننا بعيد، نحن نتصور وكأن هذا عبارة عن أقرب للشطحات أو عبارة عن أقرب للفكر لدى الصوفيين، لكن هذا هي أحدث دراسات معاصرة اليوم في الاقتصاد في العالم. نحن ما زلنا اشتروا الفرضيات والنظريات التي عبى عليها الزمن. نحن اليوم وأنا في الجامعة وأنا عندما أدرس النموذج السلوم من 1956 وكان من أدرس نظرية جديدة. إذا نعتقد أن دعوة ربما هناك إشكالات منهجية كبيرة من خلال هل هناك علم واحد أم هناك علوم؟ ما دام المنهج ليس واحد والعلم يختلف، أم هو فن؟ هل ما تتحدثون عنه هو علم الإلهام أم فن الإلهام؟ وتعرفون الفرق بين الفن والعلم، لأن العلم لا بد له من مصطلحات محددة الجاربون هو الترمينولوجي، لا بد له أيضا من منهج محدد ومصطلحات وموضوع. بالتالي لا ترون أن علم الإلهام يخرج عن دائرة المفهوم الإبستيمولوجي للعلم، وبالتالي هو يدخل في مجال آخر فن. وإذا كان ليس كذلك فمعناه أننا نتحدث عن علوم، وبالتالي لم نفهم التمصل بين علم الإلهام والشباب علم الشباب وعلم المرونة. أعتقد هل هي علوم أم هي أدوات؟ هل هي الغايات أم هي أدوات؟ لا أريد أن أحتكر الكلام، خصوصا أن هناك العديد من الأفكار المهمة ورائدة. الفكرة الأخيرة لدي فقط هو التذكير بالفكرة التي ذكرها الأستاذ. هناك فكرة عندما كنا أيام الشباب في الابتدائية في موريتانيا كان هناك توجه خصوصا في المدينة التي المولود فيها للفكر الناصري جمال عبد الناصر رحمه الله، وكانوا يدرسون نحن في الابتدائية المعلمون الناصريون إن كلمة يقولها عبد الناصر دائما وهي موجودة في كتاب السارة، إن أهم الملامح أعظم الملامح بتجربتنا الروحية والفكرية أننا لم ننهمك في النظريات بحثا عن حياتنا، وإنما انهمكنا عن في حياتنا ذاتها بحثا عن النظريات. وأعتقد أن علم الإبداع بهذا المعنى هو تحليل
هو اللي يواجه في الواقع بدون مرجعية، وبالتالي ستخرج خروج بمجموعة من النتائج. إذا نفتح إذا نفتح المجال. تفضل. تفضل يا دكتور هادي لأن أخاف ينتظر. نعم اتفق مع الدكتور. خلاص. قريب يعني عندنا نحن دقائق لأن الدكتور هادي ينتظر. بس أكد عشان ما يصير علينا. الله يمدخله. بس خلني أجاوب على سؤالك الأولي لأن هو السؤال اللي هو طبعا احنا بالعكس نفتخر ان احنا نتداخل مع الفرضيات. ما نقول نتلاعب، ما حد يستطيع يتلاعب بالفرضيه. الفرضيه لا تتلاعب، الفرضيه مثل السلوك تقدر تلعبها. يعني كل ما نزلت تحت كل ما كنت انت اكثر رده فعل. يعني شوف يعني شكلت انا مساله عقليه مكونه من اربعه اشياء صح، فرضيات عادات سلوكيات وده. مثل العادات صعبه ما تتغير، سلوكياتك تتغير الظاهريه. مثلا ساعات انت تكره انسان لكن قدامه يسال كيف حالك وش اخبارك وش علومك وكذا وكذا صح؟ داخليا يمكن ما ترتاح عليه بس ما تبين اي شيء. العادات دائما خفيه صعب التلاعب فيه، ما تعرف شنو نوايا الاشخاص اوكي. لكن الفرضيات اصعب، لكن الفرضيات نريد ان نريد ان نغيرها. نعم نريد ان نخليها نشوف العالم بطريقه مختلفه، او نخليها انها تفهم انه مو كل شيء انت تعرفه صح. وهذا ما الناس ما تتغير الا من شيئين، تمام، تتغير من خلال التجربه التجارب الميدانيه، تتغير من خلال نظره رؤيتها مش قراءات. قراءات ممكن تتغير على مدى بعيد، يعني ما بتقرا كتاب اليوم يقول انا تغيرت اوكي، وليس عندك تعلم، صار عندك تعليم. اذا طبقت انت شنو؟ انت في بدايه مرحله التغير. نفس الشيء في الفرضيات، الفرضيات ما بتتغير الا لما نبتدي احنا شنو؟ نسوي تجارب. ولا شك ان احنا نريد ان نغير فرضيات بكثير من الاشياء، مثل ما قلنا معادلة الفقر، البطالة، ما نؤمن احنا الانسان يكون هو باطل عمل. اوكي؟ نؤمن ان فرضياتنا مثلا الحين كل فرضياتنا ان احنا ستيف جوبز هذا استثناء، بيل جيتس هذا استثناء، غاندي هذا استثناء، عمر بن عبد العزيز هذا استثناء، عبد الرحمن بن عوف هذا استثناء، لا مو استثناء. اوكي؟ كان ممكن كثير من الصحابة يختارون خيار عبد الرحمن بن عوف ويأتون عقب اقل من شهرين بعد بالابل تهزم المدينه هزل اوكي، وهو ترك كل ثروته هناك. كان ممكن ناس كثير تكون مثل محمد علي فلاي يرفض كل المالوف، لان يعني هذول تشوفوا يتعاملون مع المالوف بطريقه المالوفه صح؟ وهذا ما صار كذي الا لما اكتشفوا قوامه الداخليه. احنا اذا خلينا الانسان شلون يكتشف الانسان قوامه الداخليه؟ لو احنا رحنا الحين يا بطلات يعني انا مؤمل فيكم اكثر زين، ان شاء الله ان شاء الله كلنا نكون نتنافس اول في ذلك ولا يتنافس المتنافس. لو رحنا احنا من بكره بدينا مشاريع سبقنا مع جمعيات قلت راح الناس اقتصاديين نبي نشتغل في المجتمع، تروح حق ما ذوي الاعاقه ولا روح حق الاغزام جمعيه الاغزام ما عارفين يسوون منتجاتهم، ولا روح حق مؤكه ولا غيرها من الجهات اللي جمعها كثيره. وبدينا نقول لهم تعالوا نبي نشتغل معاكم في المشروع ذي، نطور لكم المنتج، تسويق المنتج، طريقه الانتاج وغيرها. اوكي هاي يحتاجون عندكم اقتصاديين، يلا اشتغلوا ميدان. هذه لا شك انه راح ينسى فرضياتكم، راح يبين لكم اول شيء حق ما تجهلون، راح يبين لكم فعلا ان ترى هذه النظريات اللي احنا كنا نتكلم عليها وحاطينها ترى قد ما تكون صحيحه. اوكي ما قد ما اشياء يمكن انا اكتشفها في نفسي ما اعرفها، هذه اللي احنا قاعد نتكلم عليها. ايضا من جزء من هز فرضيات الناس هو ان احنا ما نقدر نشوف ان الخطر ليش؟ انك انت مستغل مثلا احنا انا عندي اصدقاء كثيرين لكن ما بوديهم معاي سينما كما صغير، اشوفه سرحان قاعد يطالع لها اعرف بعضهم يقول سرحان مع الفيلم، فاقول له يا فلان ترى تروح السينما معنا، يقول لي ما يجاوبني انا في هاي ليش؟ ولا انا سرحان صح؟ استغليت سرحانه ومشيت يعني رحت السينما لما ارجع اقول ليش ما قلت لي توديني معك السينما؟ قلت له انا سالتك يعني طبعا كنا صغار سالتك بس انت كنت تطالع، انا عارفه في هالوقت هو شنو؟ هو يكون قراره مش صحيح اوكي؟ انت هذه الفرصه اوكي؟ انا ما ابي كذي، انا ابي لا قناعه، لان على فكره الفرضيات مكونه من شنو؟ الفرضيات مكونه من مجموعه قناعات اوكي، واللي هي بعدين مكونه من البارادايم، تدفع البارادايم ايوه اوكي. فلذلك في النيورو ساينس ليش انا قلت عن النيورو ساينس ما كنت بدخل فيه لان احنا وايد نكتب فيه بعد اوكي. هو الحين كله يتكلم على احنا يعني النيورو ساينس ماشي معانا، انت مهما تسوي في السلوكيات فانت قد تتلاعب في قرارات الناس، لكن لو الناس هي مقتنعه من البدايه فالسلوكيات راح تكون شنو؟ اوتوماتيكلي هو عارف ليش يسوي هذا الشيء، هو ما راح يرفع عليك قضايا، اليوم في امريكا في قضايا كثيره على نتج.
ان النتين يسمونه يعني انت خليتني انا اقول لك اوكي وانا ما كنت ادري خدعتني اوكي. لكن لو كانت في قناعه والقناعه هي من الميدان ومن تجارب بناء على تجارب لا شك ان العالم يتغير. هذه الفكره دكتور. لقد انتم زرتم العديد من الدول ولديكم العديد من التجارب ومئات من المشاريع. نعم. من يتحمل هذه التكاليف؟ هل هو تكاليف شخصيه ام هناك مشروع يمول؟ اثنين لا ما في عندنا تمويل. احنا طبعا المشروع العالمي نحاول الحين نخلي له تمويل بس حتى الان حتى ما اخذنا من جهات خارجيه. فاحنا شو نسوي؟ احنا عندنا مجموعات كثيره تجمعنا. يعني مثلا احنا تونا جايين من الهند ملتقياتنا احنا الملتقى احنا الثامن تقريبا صار. الناس اللي تروح معنا تسجل احنا ناخذ زياده نحاول 5 الى 10% عشان نغطي تكاليف اخرى. لكن مثلا ناخذ حق الباص في ضمن التكلفه ناخذ التذكره مالته ناخذ السكن ماله وجزء منهن احنا نغطي بعض التكاليف الاخرى. لان ما عندنا تبرعات ما نعطي الجهات الثانيه تبرعات ولا شيء. هو المركز يشتغل معاه في البحرين المركز الجمعيه في البحرين مركز في سلوفينيا. سلوفينيا. نعم. فبالتالي احنا واحده من الاشياء نسويها نحاول مثلا الملتقيات نغطي منها جزء من التكاليف. كتبنا طبعا عندنا مجلدين احنا الحين محكمات اثنين عندنا الاقتصاد اللي هو اليوث ايكونومي وثلاثه في امريكا. فالحين بعدها ما داخلين سكوبس فالحين راح يصير فلوس يعني اكثر. فعندنا بعض المداخيل اللي ورشنا نسوي كثير من الورش. خلينا نسمحوا بعد سؤال واحد فقط لان احنا عندنا زميل ينتظر تحت وبيرد لنا. شو بعطيكم انا مثل هذه يعني الناس الاقتصاديين اللي انا احترمهم. هذه رجل زوجي هو تاجر يعني من عائله تاجر هنوز اوكي والزوجه ايكونومست. قالت انا مليت اتدرس في احسن جامعات مومباي. يعني مومباي هذه تعرفون جامعات تبعتها قويه جدا احسن من هارفرد بس يعني مو معروفه لان كلها متوجهين لها. فانا تركت التدريس مثلي انا اوكي توجهت تركز على المشاريع. وين راحوا؟ راحوا المناطق اللي يموتون فيها الناس. منطقه اسمها جوار سابقا اسمها جوار هي المنطقه كانت فعلا جوار كلها خضراء وكل شيء وصار تغير المناخ وكذا كذا صار الماء شحيح وكذا. بدا الناس تصير عندهم مجاعات بدا يصير عندهم امراض كثيره امراض بسبب قله المياه او المياه غير هاي. فهم شنو بداوا كناس اقتصاديين؟ بداوا هم زوجين بس بداوا يسوون شيئين يحفرون ابار وايضا يسوون سدود عشان لما تنزل الامطار طبعا في الهند في امطار كثيره ما يعرفون يحافظون عليها. ثم بداوا ينتبهون قالوا تعال احنا الحين لو سوينا الماي اذا ما علمناهم كيف يرشدون الماي راح يخلصون الماي. وبدي يركزون معاهم على زراعة مثلا يزرعون الكازو. تعرفون الكازو؟ كازو يعني مثل الفستق يعني مكسرات. اوكي كيف ان سقاية هذه الانواع العائد مالها اكبر شوف اقتصاديا دخلوها ثم هاي بعد تشكيلها المياه لازم تكون نظيفة بعد الناس تشرب الحين ما زالت مريضة قلت حالات الوفيات لكن بعد استمرت حالات